أيها المعزون الأكارم، يقول سادتنا: ما من إنسان إلا وله نصيب من اسمه. ففقيدنا وشيخنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ رمضان خفاجة، الراء فيه ترمز إلى رحمة الله، والميم إلى مغفرة الله، والضاد ضمان للجنة، والألف أمان من النيران، أما النون فهي نور من الواحد القهار. مع شيخنا وتاج رؤوسنا إمام مسجد سيدي أحمد زمان فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم الكعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون وأن أقم وجهك للدين حنيفا 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 ولا تكون من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الله
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع ما واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم.